طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في درسنا اليوم، وأتمنى أن تكونوا في كامل الاستعداد والحماس. طبعا يا شباب، أرجو أن يكون مشاركتكم فعالة ومتميزة حتى نستفيد إن شاء الله من درسنا اليوم. درسنا يا شباب بعنوان المقاومة الكهربائية وقانون أوم. المقاومة الكهربائية وقانون أوم. سأكون معكم فؤاد الغامدي. أعد لنا الدرس الأستاذ عبد الرحيم الزهراني، ومعنا الأستاذ بدر الحربي المعلم المساعد. وجهوا له تحية، سيكون معكم إن شاء الله في الشات، استقبل استفساراتكم وأسئلتكم. هل أنتم مستعدون يا شباب؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شباب، درسنا اليوم يتحدث عن المقاومة الكهربائية وقانون أوم. طيب يا شباب، لدينا العالم أوم كما هو واضح أمامكم. يوجد لدي هنا علاقتان، خلاص هنا علاقتان، العلاقة العلوية والتي في الأسفل. أيهما يا شباب نستطيع أن نسميها علاقة خطية؟ أيهما العلاقة الخطية؟ أحسنتم، هي الرسمة التي بالأسفل، هذه يا شباب نسميها العلاقة الخطية. حد يعرف يا شباب نوع العلاقة التي في الأعلى؟ نعم، كيف ينتج المنحنى من العلاقات إيش؟ الأسية. الأسية. طيب، خلونا يا شباب من العلاقة الأسية، خلونا في العلاقة التي أمامنا هنا في الأسفل التي هي العلاقة الخطية. طيب يا شباب، الحقيقة يا شباب العالم أوم هو العالم الألماني درس العلاقة بين شدة التيار الكهربائي وبين فرط الجهد الكهربائي بين طرفي جهاز. وطبعا شاب حصل على نتائج، ولكن بشرط أن تكون درجة الحرارة ثابتة في هذا الجهاز. حسنا، الحقيقة يا شباب توصل لنا العالم أوم إلى قاعدة جدا مهمة، أو إلى علاقة جدا مهمة، وهي كالتالي. يقول العالم أوم أن فرق الجهد الكهربائي بين طرفي الجهاز تساوي التيار المار في المقاومة. هذه يا شباب العلاقة أسميها قانون أوم. خلاص، هذه اسمها قانون أوم، فرق الجهد الكهربائي يساوي التيار المار في الدائرة مضروبا في مقاومة الدائرة أو في الجهاز. طيب يا شباب، الحقيقة شباب أنا يهمني الآن الرمز هذا الذي سأضع عليه دائرة. هذا الرمز يا شباب ماذا أسميه؟ ها؟ أسميه المقاومة الكهربائية. خلاص، المقاومة الكهربائية. ممتاز ممتاز. طيب، طبعا رمزها R يا شباب، ووحدة قياسها ايش رأيكم؟ ما هي وحدة قياسها؟ من القانون، اما ان تقول فولت على امبير، خلاص، او ماذا يا شباب؟ الرمز المشهور لدينا اللي هو العلامة هذه. هذه يا شباب اسمها اوم، اسمها اوم. خلاص، اسمها اوم. ممتاز ممتاز. طيب يا شباب، الحقيقة نص قانون اوم ماذا يقول؟ يقول ان التيار الكهربائي يتناسب طرديا مع فرق الجهد عند ثبوت درجة الحرارة. هذا هو شاب نص قانون أوم، أن التيار الكهربائي يتناسب طرديا مع فرق الجهد الكهربائي عند ثبوت درجة الحرارة. ولعل شاب هذه الرسمة توضح لنا أن هنا العلاقة إيش؟ طردية ما بين I و V. السؤال يا شباب، عندما نوجد الميل لهذا الخط البياني على ماذا نحصل يا شباب؟ نحصل كما هو واضح أمامكم على
على ماذا؟ على مقلوب المقاومة. على مقلوب المقاومة، خلاص يا شباب، نحصل على مقلوب المقاومة كما هو واضح أمامكم. ممتاز جدا. طيب الحقيقة يا شباب، هناك شروط يجب أن تتوفر في الموصل لكي يحقق قانون أوم، وهي شرطان أساسيان. أولا، أن تكون مقاومته ثابتة ولا تعتمد قيمتها على فرق الجهد. أولا، أن تكون مقاومته ثابتة ولا تعتمد على فرق الجهد. ثانيا، إذا كانت درجة حرارة الموصل لا ترتفع، خلاص حتى يتحقق قانون أوم يجب أن تكون درجة حرارة الموصل لا ترتفع، بالتالي شاب يتحقق لدينا قانون أوم الواضح أمامنا. طيب سؤال سريع يا شباب، التيار الكهربائي يتناسب طرديا مع فرق الجهد، هو نص ماذا يا شباب؟ قانون من؟ أحسنتم، هو نص قانون أوم، هو نص قانون أوم، أحسنتم جدا. طيب سؤال آخر بسيط، العلاقة الرياضية لقانون أوم، من يجاوب يا شباب؟ من يعطي القلم يجاوب؟ من يريد؟ يلا يا باسم، راح أعطيك القلم يا باسم، تفضل يا باسم، معك القلم، بالله عطنا الإجابة، هل هي A أم B أم C أم D؟ ها إيش رأيكم يا شباب؟ كلامه صح؟ الحقيقة كلامه صح، ممتاز يا باسم، أحسنت. إذن يا شباب، مثل ما قال زميلنا باسم، هو جميع ما تقدم، لأنه يا شباب لو أخذت أنت القانون الأول هذا، هذا هو القانون الأساس اللي احنا أخذناه، تستطيع أن توجد التيار من خلاله وأيضا المقاومة بالشكل هذا. إذن يا شباب جميع ما تقدم، أحسنتم أحسنتم. طيب سؤال آخر، يقول السؤال تحقق معظم الموصلات الفلزية قانون أوم إذا كانت، ها وش الشروط يا شباب؟ ها يلا عثمان، راح أعطيك القلم يا عثمان، يلا، هل هي مقاومتها ثابتة لا تعتمد على فرق الجهد الكهربائي بين طرفيها، أم درجة حرارتها ثابتة لا تزيد، أم مقاومتها تعتمد على فرق الجهد بين طرفيها، أم الخيارين A و B؟ ما إيش رأيكم يا شباب؟ إجابة صحيحة، أحسنت، ممتاز. وهذه يا شباب نسميها ماذا؟ نسميها شروط تحقق قانون أوم، شروط تحقق قانون أوم، أن يكون ماذا؟ أن تكون مقاومتها ثابتة وأيضا أن تكون درجة حرارتها ثابتة، ممتاز جدا. المقاومة الكهربائية يا شباب، ما هي هذه الكلمة؟ ماذا تعني لنا المقاومة الكهربائية؟ وما هي وحدة قياسها؟ طيب يا شباب، في البداية أتمنى أن تدققوا في هذه الصور قليلا، لدينا هنا عدة أشكال، ماذا تمثل أمامنا يا شباب؟ ماذا تمثل هذه الصور التي ترونها أمامكم؟ أحسنت عثمان، مقاومة، ليست محركات، لا الحقيقة يا شباب هذه جميعها أشكال متعددة من المقاومة، نعم أشكال للمقاومة الكهربائية. طيب طبعا يا شباب أود أن أعرف المقاومة الكهربائية، فماذا أقول؟ ماذا أقول؟ أحسنت أحسنت يا باسم، هي خاصية، ماذا بها تحدد؟ أحسنت، تحدد ماذا؟ مقدار، التيار، أحسنت، التيار المتدفق، المتدفق يا شباب وين؟ وتساوي نسبة فرق الجهد إلى التيار، وتساوي
نسبة فرق الجهد لو دلتا في إلى ماذا؟ إلى التيار الكهربائي. يا سلام عليكم. إذن يا شباب، تعريف المقاومة الكهربائية هي خاصية تحدد مقدار التيار المتدفق وتساوي نسبة فرق الجهد الكهربائي إلى التيار الكهربائي. طيب يا شباب، وحدة قياس المقاومة الكهربائية مثل ما أخذنا سابقا، اللي هي إيش؟ اللي هي أم. أحسنتم، خلوني أختار لون آخر. إذا نقول تقاس بوحدة ماذا؟ بوحدة الأوم، ونرمز لها بالرمز هذا. واضح؟ ممتاز جدا. طيب يا شباب، سؤال جدا مهم وخطير. لو أقول لك هنا سؤال، وانتبهوا يا شباب، سؤال: عرف الأوم، عرف الأوم. سؤال جدا مهم يا شباب، من يستطيع أن يعرفه لنا؟ من يود أن يعرفه؟ يلا محمد يونس، راح أعطيك القلم، تفضل اكتب لنا لو سمحت في مربع النص، اختر مربع نص واكتب لنا الإجابة تحت هذا السؤال. انتبهوا مع زميلكم شباب، تابعوا زميلكم. مقاومة موصل يمر فيه تيار شدته، يا سلام عليك، 1 أمبير، عندما يكون فرق الجهد بين طرفيه 1 فولت. شو رأيكم يا شباب في إجابة زميلكم؟ جدا ممتازة وجدا صحيحة، أحسنت يا محمد يونس، شكرا لك. إذا هذا يا شباب هو تعريف ماذا؟ تعريف الأوم. تعريف الأوم، خلوني أحط له كذا مربع يكون يميز الإجابة. تحية لزميلكم يا شباب، الحقيقة إجابة صحيحة. طيب، سؤال يريد إجابة سريعة، يمكن صنع المقاومات من ماذا يا شباب؟ ايش رايكم؟ الجرافيت، اشباه الموصلات، اسلاك طويله ورفيعه، ام جميع ما تقدم؟ اعطوني الاجابه على الشات لو سمحتم. اعطوني الاجابه على الشات. احسنتم. الحقيقه يا شباب هذه معلومه يجب ان تعرفونها، انه يمكن صنع المقاومات الكهربائيه من الجرافيت واشباه الموصلات وايضا اسلاك طويله ورفيعه. اذا يا شباب، جميع ما تقدم، هذه هي الإجابة الصحيحة. ممتاز ممتاز. طيب، سؤال آخر يلا بسيط جدا، وحدة قياس المقاومة الكهربائية يا شباب، ما هي وحدة قياس المقاومة الكهربائية؟ هل هي الأوم، أم فولت لكل أمبير، أم أوم لكل أمبير، أم دي؟ ها يا شباب، من يريد أن يجيب؟ من أعطيه القلم؟ يلا عبد العزيز زيادة، يلا عبد العزيز تفضل، معاك القلم، اختار لنا لو سمحت الإجابة الصحيحة. تابعوا زميلكم يا شباب، معاك القلم يا عبد العزيز زيادة، اختر القلم من الأعلى من هنا وحدد الإجابة الصحيحة، تفضل. يقول زميلنا الأم. خلاص، طيب ايش رايكم يا شباب؟ طيب في إجابة أصح؟ أنا أقول إن في إجابة أصح، اللي هي يا شباب ايش؟ الإجابة دي. لماذا يا شباب؟ لأن شاب الآر تساوي ماذا؟ تساوي V على I، صح ولا لا؟ هذا هو قانون أوم، صح؟ وحدة قياسها يا شباب، إما أن تكون الأوم هذه الأولى، وإما أن نستنتجها من القانون، خلاص، وتكون ماذا؟
تكون فولت. خلوني غير القلم. تكون يا شباب فولت لكل أمبير، صح ولا لا؟ من القانون، من القانون. خلاص إذا يا شباب الخيارين A و B معا هو الإجابة الصحيحة، هي الإجابة الصحيحة. واضح يا شباب؟ ممتاز ممتاز. طيب دعونا ننتقل إلى سؤال آخر جدا سهل. مقاومة موصل يمر فيه تيار 1 أمبير عندما يكون فرق الجهد بين طرفيه 1 فولت، هذا يا شباب تعريف إيش؟ ها؟ أحسنتم، هو تعريف ماذا؟ تعريف الأوم. دعوني أنا أجيب، هو تعريف الأوم. ممتاز جدا، هو تعريف الأوم. ممتاز ممتاز، ما شاء الله مركزين. طيب يا شباب الحقيقة أن هناك موصلات تحقق قانون أوم وهناك موصلات لا تحقق قانون أوم، فانتبهوا معي. أولا، من يستطيع أن يتعرف لي على هذه الأجهزة؟ ها يا شباب، من يستطيع أن يتعرف على هذه الأجهزة؟ محمد يونس يقول مقاومات، ايش رأيكم؟ مقومات، لمبات. انا اللي اشوفه قدامي هنا مصباح كهربائي الحقيقة، صح ولا لا؟ هذا مصباح، وهذه شاب الحمراء الصغيرة اسميها ماذا؟ ان شاء الله راح ناخذها الفصل الدراسي الثاني، نسميها ماذا؟ نسميها دايود، نسميها دايود. خلاص، او وصلة ثنائية. عندنا مثلا هذه يا شباب شو اسميها؟ ترانزستور، سنتعرف عليها ان شاء الله الفصل الدراسي الثاني. الحقيقة يا شباب هذه الانواع من الاجهزة، المصباح والدايود والترانزستور، جميعها يا شباب لا تحقق قانون اوم لسببين. خلاص، لا تحقق قانون اوم لسببين. خلاص، اولا اذا نقول لا تحقق قانون اوم لسببين. خلاص، لسببين، ما هما يا شباب؟ اولا ان مقاومتها غير ثابتة، هذه يا شباب الاجهزة التي امامنا مقاومتها غير ثابتة، اذا مقاومتها غير غير ثابتة، مضبوط؟ طيب، والسبب في ذلك يا شباب لأنها تعتمد على فرق الجهد الكهربائي، إذا زودت فرق الجهد الكهربائي زادت الإنارة، صح ولا لا؟ إذا ضعفت المقاومة وهكذا. ثانيا يا شباب السبب الآخر أن درجة حرارتها ترتفع، تلاحظون في المصباح يا شباب عندما يعمل ما الذي يحدث فيه؟ ترتفع درجة حرارته، إذا درجة حرارته ايش؟ مرتفع، او درجة حرارتها ترتفع. خلاص، درجة حرارتها ترتفع او درجة حرارته، خلونا نقول حرارتها افضل، درجة حرارتها اذا درجة حرارتها ترتفع، ترتفع. واضح يا شباب؟ هذه يا شباب السببين لعدم ايش؟ لعدم تحقق قانون اوم في هذه الانواع من الموصلات. خلاص، لعدم تحقق قانون، لسببين. طيب
سؤال بسيط جدا. هناك العديد من الأجهزة المهمة لا تحقق قانون أوم، مثل المصابيح، الترانزستور، الدايود، جميع ما تقدم. يا شباب أعطوني الإجابة على الشات. الإجابة طبعا دي، التي هي جميع الأنواع هذه، المصابيح، الترانزستورات، الدايودات، هذه شباب جميعها لا تحقق قانون أوم، وعرفنا لماذا يا شباب، عرفنا السبب. طيب، على ماذا تعتمد، أو ما هي العوامل التي تعتمد عليها المقاومة، أو مقاومة الموصلات الفلزية، مقاومة الفلزات، مقاومة الموصلات الفلزية؟ طيب، أولا يا شباب مثل ما أنتم شايفين، لو كان عندك هنا موصلين، واحد واثنين، خلاص الموصل الأول كما ترون له طول L1، والموصل الثاني له طول اسمه L2، خلاص. طبعا يا شباب علاقة المقاومة بالموصل علاقة ماذا؟ ها؟ طردية. الحقيقة علاقة طردية، كلما زاد طول الموصل كلما زادت مقاومته. العامل الآخر يا شباب كما نلاحظ في الرسمة الثانية هذه، خلاص كما نلاحظ هنا لدينا يا شباب موصلين A1 و A2 كما تشاهدون. الـ A1 مساحة مقطعه صغيرة جدا، والـ A2 مساحة مقطعه أكبر. إذا يا شباب ماذا نسمي هذا؟ ماذا نسميه؟ مساحة المقطع، خلاص مساحة المقطع العرضي. إذا يا شباب الـ R هنا كيف تتناسب مع مساحة المقطع، طرديا أم عكسيا؟ الحقيقة يا شباب تتناسب عكسيا مع مساحة المقطع العرضي، خلاص. كلما زادت مساحة هذا الموصل العرضي كلما قلت المقاومة الكهربائية. العامل الثالث يا شباب مثل ما ترون هنا درجة الحرارة، درجة الحرارة. والحقيقة أن علاقة يا شباب المقاومة درجة الحرارة علاقة ماذا؟ علاقة أيضا طردية، كلما زادت درجة الحرارة زادت تبع لها المقاومة الكهربائية لهذا الموصل. آخر شيء يا شباب هو إيش؟ نوع المادة التي صنع منها هذا الموصل، خلاص. قد تكون مثلا بلاتين، حديد، ألمنيوم، ذهب. اختلاف يا شباب هذه المواد أو اختلاف الفلزات من حيث نوع المادة أيضا يؤثر في المقاومة الكهربائية، أيضا يؤثر في المقاومة الكهربائية. طبعا احنا نعرف أن مقاومة الذهب أقل ما يمكن، هنا شاب الذهب أقل مقاومة، خلاص أقل مقاومة. طيب سؤال بسيط يا شباب يحتاج الإجابة. من العوامل التي تعتمد عليها المقاومة الكهربائية إيش؟ هل هو طول الموصل؟ هل هي مساحة مقطع الموصل العرضي؟ هل هو نوع مادة صنع الموصل؟ أم جميع ما تقدم؟ إيش رأيكم يا شباب؟ يلا خلوني أعطيكم، يلا حزين تفضل عبد الرحمن معاك القلم، اختر الإجابة الصحيحة لو سمحت، وتابعوا زميلكم يا شباب إذا أخطأ نبهونا. تفضل عبد الرحمن، يا سلام عليك. إذا يا شباب الإجابة، بس خلوني أضعها بلون أفضل، هي يا شباب الإجابة دي، هي الإجابة دي، ممتاز جدا، يستاهل عبد الرحمن نجمة، يستاهل نجمة. طيب شكرا لك يا عبد الرحمن. سؤال آخر يا شباب بسيط أيضا. يقول السؤال: عندما ترتفع درجة حرارة الموصل فإن مقاومته الكهربائية ماذا يا شباب؟ هل تقل أم تزداد أم تصبح صفر أم لا تتغير؟ يلا يا عمار سعيد تفضل. عمار، يلا عمار معك القلم تفضل. يقول عمار أنها إيش؟ تزداد. يا سلام عليك، شكرا يا عمار، شكرا. إذا إجابة صحيحة، وسأضع هنا مربع حول الإجابة الصحيحة، أحسنت، وأيضا تستحق نجمة، شكرا لك، إجابة صحيحة. طيب تزداد قيمة الموصلات الفلزية إذا ماذا يا شباب؟ هل إذا زاد طولها أم زادت درجة حرارتها
أم نقصت مساحة مقطعها العرضي أم جميع ما تقدم؟ يلا محمد نعمان، وين محمد نعمان؟ تفضل يا محمد، يلا معاك القلم، اختر الإجابة الصحيحة. تفضل محمد، يا سلام عليك، ممتاز جدا ممتاز. إذا يا شباب الإجابة هي جميع ما تقدم، مثل ما قال زميلنا إيش، مثل ما قال زميلنا محمد، ويستحق التحية، شجعوه يا شباب شجعوه. طيب دعونا ننتقل يا شباب إلى نقطة جميلة اسمها المقاوم الكهربائي. المقاوم الكهربائي تعريفه وظيفته والتحكم في جدة التيار. طيب المقاوم الكهربائي يا شباب، ما هو المقاوم الكهربائي؟ من يريد أن يكتب لنا في هذا المربع المقاوم الكهربائي؟ ها يا شباب، من يريد؟ محمد عاشور، يلا محمد عاشور، وين أنت؟ يلا تفضل محمد، اختار لنا لو سمحت مربع نص واكتب في هذا المكان هنا تعريف المقاوم الكهربائي. ما هو المقاوم الكهربائي؟ طبعا أنا قلت المقاوم وليس المقاومة. المقاوم مثل هذه الصورة اللي تشاهدونها أمامكم، مثل هذا جهاز، يعني يعتبر جهاز. ها غششوه يا شباب، نقول هو، يا سلام عليك يا خيال، ممتاز ممتاز يا خيال، جهاز ذو مقاومة محددة، أحسنت. من ماذا يصنع؟ من ماذا يصنع يا شباب؟ يا سلام عليك، قد يصنع من أسلاك رفيعة. أكتب يا عاشور، مصنوع من أسلاك رفيعة. نعم، أو ماذا يا شباب؟ أسلاك رفيعة، أو طبعا رفيعة وطويلة، أو الجرافيت. يا سلام عليك يا زيادة، أحسنت أحسنت يا عمر، أو من الجرافيت، أحسنت. أو ماذا يا شباب؟ أو من مادة شبه موصلة. يا سلام عليك يا عمر، ممتاز يا عمر نجيب، اليوم بدع يا عمر ما شاء الله عليك. أو من مادة شبه موصلة، يا سلام عليك. إذا يا شباب مثل ما قال زميلنا محمد عاشور، هي مقاومة، أو عفوا هو جهاز ذو مقاومة محددة، مصنوعة من ماذا يا شباب؟ مصنوعة من أسلاك رفيعة وطويلة، أو الجرافيت، أو ماذا؟ أو مادة شبه موصلة، ممتاز جدا، إجابة كانت جدا رائعة. هذا شاب تعريف المقاوم الكهربائي. طيب يا شباب وظيفته، من يكتب لنا وظيفته أسفل هذا المربع؟ ها يا شباب، من يكتب لنا؟ يلا عمر، تفضل يا عمر، وين عمر؟ أين عمر؟ تفضل يا عمر، يلا اكتب لنا هنا لو سمحت في مربع النص، ما هي وظيفة المقاوم الكهربائي؟ تابعوا زميلكم يا شباب، ابشر يا بنا ابشر، راح اعطيك فرصة ان شاء الله. اي تفضل يا عمر، ايوه ويستخدم، نعم يا سلام عليك يا سلام عليك، اجابة صحيحة، ممتاز ممتاز. اذا يا شباب مثل ما قالنا زميلنا عمر، خلوني بس أكمل كلامه، الكهربائية، الكهربائية، ممتاز ممتاز. يستخدم يا شباب في ماذا؟ في التحكم في تيار المار في الدوائر الكهربائية، ممتاز جدا. طيب
بقي يا شباب أن نتعرف على كيفية التحكم في التيار أو في شدة التيار الكهربائي. خلاص، هنا سأكتب سؤال. خلاص، أقول إيش سؤال؟ كيف يتم التحكم في التيار، أو عفوا نقول في شدة، في شدة التيار الكهربائي؟ ها، كيف يا شباب؟ يلا، مين؟ بس باسم ويونس. طيب باسم، تفضل يا باسم. يلا يلا باسم، اختر مربع النص لو سمحت، واكتب لنا كيف يتم التحكم في شدة التيار الكهربائي. يلا تابعوا زميلكم يا شباب. أولا يقول إزالة بعض الخلايا الجافة، ثانيا زيادة مقاومة الدائرة. طيب في شيء ثاني يا باسم؟ طيب إجابتك صحيحة لكن ليست المطلوبة، لكن ليست المطلوبة. من يعطينا شاب إجابة أفضل؟ يلا يونس، تفضل يونس. خليني بس أمسح إجابة زميلك. هي الحقيقة صحيحة لكن هناك إجابة أفضل ننتظرها. يلا يونس تفضل. كيف يتم، أيوة، تغيير، يا سلام عليك، الجهد أو R، يا سلام عليك، أو كليهما، يا سلام عليك، عن طريق، طيب أيضا إجابتك يحتاج لها قليلا من التعديل. أنا راح أعدلها، خلاص أنا راح أعدلها. أول شيء يا شباب، تغيير V أو R أو كليهما، هذه صحيح، خلاص هذه أول واحدة. ثاني واحدة يا شباب، أو ثاني حل، عن طريق ماذا يا شباب؟ تغيير المقاومة الكهربائية، خلاص تغيير المقاومة أو المقاوم الكهربائي، تغيير المقاوم الكهربائي. هذه يا شباب الطرق التي يستطيع من خلالها التحكم في شدة التيار الكهربائي. هذا رقم واحد وهذا رقم اثنين. ممتاز جدا، إجابة جدا رائعة وصحيحة. طيب أحسنتم جميعا يا شباب، أحسنتم، جميع مشاركاتكم كانت جدا رائعة، أحسنتم. طيب خلونا ننتقل يا شباب سريعا إلى سؤال بسيط. يقول السؤال: من طرق التحكم في شدة التيار المار في الدائرة ما يلي: تغيير قيمة فرق الجهد، تغيير المقاوم، تغيير كل من فرق الجهد والمقاوم، ها، أو جميع ما تقدم. ها يا شباب أعطوني إجابة على الشات. الحقيقة يا شباب هي إيش؟ جميع ما تقدم، هي جميع ما تقدم. ممتاز جدا. طيب المقاوم المتغير يا شباب، ماذا نقصد بهذه الكلمة المقاوم المتغير؟ الحقيقة يا شباب أنا أخذت المقاوم الكهربائي عبارة عن جهاز، صح ولا لا؟ ذو مقاومة محددة. المقاوم المتغير يا شباب هو أيضا جهاز، ولكن ذو مقاومة ماذا يا شباب؟ ذو مقاومة
متغيرة، قصده مقاومة متغيرة. أستطيع إيش؟ أنا أتحكم في قيمته، ممكن من 1 إلى 1000 أوم، من 1 إلى 10 أوم، من 1 إلى 100 أوم، حسب الجهاز المتواجد أمامكم. صورته يا شباب أو شكله كما هو واضح أمامكم في الشكل، كما هو واضح أمامكم في الشكل في المربع الأحمر اللي أنا راسمه، هذا يا شباب اسمه إيش؟ المقاومة المتغيرة، أو نسميها الريزيستنس. خلاص، هذه شاب اسمها المقاومة المتغيرة. خلاص، طيب. طبعا شاب سأتكلم قليلا عن وصف هذا الجهاز، من ماذا يصنع. الحقيقة تلاحظون انه عبارة عن ايش؟ عن ملف. خلاص، هنا شاب يوجد اسلاك ملفوفة على شكل ملف. خلاص، طبعا السلك شاب يكون فلزي ومزود بنقطة اتصال. ما هي نقطة الاتصال يا شباب؟ هنا هو الجزء هذا، هذه يا شباب نقطة الاتصال. خلاص، وتكون يا شباب سهلة الحركة، أو نسميها منزلقة أو منزلق. خلاص، كيف يعمل يا شباب هذا المقاوم؟ كيف يعمل؟ الحقيقة أننا نقوم بتحريك هذا المنزلق. خلاص، بتحريكه على طول هذه القاعدة، على طول هذه القاعدة، يا نزود طول هذا السلك الملفوف، خلاص، أو هذا الملف، أو نقلله. خلاص، وإحنا نعرف إذا زودنا طول الملف يا شباب وش يصير في المقاومة؟ تزداد ولا لا؟ تزداد. وإذا قللنا يا شباب طول السلك، قلت تبعا له إيش؟ المقاومة الكهربائية. ممتاز جدا، ممتاز. طيب، طبعا يا شباب أين يستخدم هذا المقاوم المتغير؟ أين يستخدم؟ أين يستخدم؟ شوفوا، أي جهاز في عندكم في البيت تستطيع أن تتحكم فيه. مثلا عندك مصباح يوجد فيه التحكم في مقدار الإضاءة، يعني تخليها إضاءة قوية أو ضعيفة. خلاص، كذلك اللون، لما تخلي لون عالي أو واطي. كذلك في الصوت يا شباب، صوت الجهاز. هذه يا شباب جميعها عبارة عن إيش؟ عن مقاومات متغيرة، تحتوي على مقاومات متغيرة، تستطيع أن تزيد من مرور التيار بداخلها فتزداد حركتها أو توهجها أو صوتها، أو تقلل من قيمة هذا التيار المار عن طريق إيش؟ المقاومة المتغيرة. ممتاز. طيب، يقول سؤال: من استخدامات المقاوم الكهربائي المتغير في الدوائر الكهربائية ما يلي. أولا، تعديل سرعة دوران المحركات من بطيء إلى سريع والعكس، التحكم في مستويات الطاقة الكهربائية في التلفاز، التحكم في ارتفاع الصوت، أم جميع ما تقدم. يلا يا عبدي، راح أعطيك القلم يا أحمد عبدي، تفضل معك القلم يا عبدي، عطنا الإجابة الصحيحة. يا سلام عليك، إجابة صحيحة. الحقيقة شاب هذه جميعها من استخدامات المقاوم المتغير. أحسنت، أحسنت. طيب، سؤال آخر بسيط. يقول السؤال: يتم التحكم بتيار الدائرة عن طريق تغيير مقاومة المقاوم الكهربائي عند تغيير إيش؟ ها؟ هاي يا شباب، يلا يا بنا، وين البنا؟ خليني اعطيك البنا، يلا تفضل يا البنا. يتم التحكم بتيار الدائرة عن طريق تغيير مقاومة المقاوم الكهربائي اللي هو ايش؟ المقاوم المتغير. كيف استطيع ان اغير من مقاومته؟ عن طريق ايش يا شباب؟ وش العامل الاساسي؟ هل هي درجة حرارته؟ يا سلام عليك، يا سلام. احنا قلنا يا شباب مثل ما قال عبد العزيز البنا ان المقاوم المتغير عبارة عن ايش؟ عبارة عن سلك ملفوف. خلاص، فكلما زاد طول السلك، يعني عدد اللفات، كلما ايش؟ زادت مقاومته. يا سلام عليك، ممتاز جدا يا شباب. طيب، طرق يا شباب تمثيل الدوائر الكهربائية، موضوع جدا بسيط وسهل، يعني ينتقل من الصورة الفوتوغرافية الواضحة أمامكم هنا إلى صورة نستطيع أن نمثل من خلالها
الدائرة الكهربائية. فمثلا يا شباب لدينا هنا البطارية، خلوني بس اختار القلم. هنا يا شباب لدينا البطارية، خلاص. كيف أصبحت؟ كيف مثلناها؟ بالشكل هذا يا شباب. هذه يا شباب تمثل ايش؟ البطارية. لدينا يا شباب جهاز هنا اللي هو ايش؟ المصباح الكهربائي. كيف مثلته؟ مثلته بهذا الشكل، خلاص. طيب لو أخذت يا شباب الجهاز هذا، هذا وش هو يا شباب؟ من يعطيني اسمه؟ ها، واضح من التوصيل ومن الحرف، مو بأمبير. أحسنت يا نعمان، أميتر. أميتر، أحسنت. هذا يا شباب الأميتر نمثله بالشكل هذا، خلاص. وراح نقول لكم معلومة عنه إن شاء الله بعد قليل. كذلك يا شباب لدينا جهاز آخر اللي هو إيش؟ هذا الجهاز ما هو؟ يا سلام عليك، جهاز الفولت ميتر، ورسمناه بهذا الشكل في الدائرة، خلاص يا شباب. هكذا يتم تمثيل الدوائر الكهربائية من صورة فوتوغرافية إلى تمثيل فيزيائي أستطيع أن أستفيد منه. طيب بقي اتجاه يا شباب. التيار الكهربائي يجب أن تعرفوا أنه عندنا إيش؟ اتجاه، اتجاه اصطلاحي، لا تنسون هذا الاتجاه، من القطب الموجب إلى السالب، خلاص. طيب طبعا هذا يا شباب رموز بسيطة، أنا اخترت فقط بطارية، مصباح، أميتر، فولت ميتر، هذا اللي أنا اخترته. ولا شاب في عندك أشياء كثيرة ستجدها في الكتاب، مثل الصورة هذه تعبر عن أجزاء في الدائرة الكهربائية، تستطيع أن تستخدمها للتمثيل. مثلا الصورة هذه وش يا شباب؟ ها، هذا الخط اللي أمامك يا شباب، وش يمثل؟ أحسنت، موصل، يا سلام عليك، ممتاز. طبعا يا شباب عندي مثلا الرمز هذا وش يمثل؟ ها، بطارية، أحسنت، هذه بطارية. هذا يا شباب إيش؟ الأميتر. هذه عندي إيش؟ الفولت ميتر، يا سلام عليكم. وستجدون يا شباب باقي الأجزاء موجودة في الكتاب مشروحة بشكل كامل، ممتاز. طيب الأميتر يا شباب، وهو يهمنا كثيرا أن نتعرف على هذا الجهاز بقليلا من التفصيل. أول شيء يا شباب، في ماذا يستخدم الأميتر؟ ها، في ماذا يستخدم الأميتر؟ في ماذا يستخدم الأميتر؟ قياس، يا سلام عليك، قياس شدة التيار الكهربائي، يا سلام عليك. إذن أول شيء شاب يستخدم في ماذا؟ في قياس شدة التيار الكهربائي، في شدة التيار الكهربائي، خلاص. هذا أول شيء عرفناه حول استخدامه. طيب كيف يوصل على كيف يوصل في الدوائر الكهربائية؟ ها يا شباب، مثل ما أنتم شايفين، ها، كيف يوصل؟ وش نسمي هذا التوصيل؟ يا سلام عليك، يوصل ايش؟ يوصل على التوالي، يوصل على التوالي، ممتاز جدا، يوصل على التوالي. طيب شباب ما هو رمزه؟ ما هو رمز الأميتر؟ ها، هذا الشكل أمامكم يا شباب، هذا الشكل يوضح لكم رمز الأميتر في الدوائر الكهربائية، خلاص. عبارة عن دائرة يكتب عليها الحرف A، خلاص، هذا هو رمز الأميتر، ممتاز جدا. طيب سؤال بسيط وسريع يحتاج إجابة، يلا من يريد أن يجيب؟ يقول السؤال يوصل الأميتر في الدوائر الكهربائية على ماذا؟ هل هو توالي أم توازي؟ ويستخدم لقياس ماذا؟ ها يا شباب، من يريد أن يأخذ القلم ويجيب؟ من يريد أن يأخذ القلم؟ أبغى أشوف واحد جديد كذا ما شاركنا، نعطيه فرصة. طيب خيال، خلونا نشوف خيال،
يلا خيال. محمد خيال، يلا معاك. اخترنا الإجابة الصحيحة لو سمحت، وتابعوا زميلكم. ايش رايكم شاف الإجابة؟ ايش رايكم؟ يوصل أولا على ايش يا شباب؟ الأميتر يوصل على التوالي، صح ولا لا؟ ممتاز جدا. ويستخدم لقياس ايش؟ فرق الجهد الكهربائي. ها، صح ولا غلط؟ ها، صح ولا غلط؟ عاشور، وانت معانا. طيب وش الغلط يا شباب؟ يستخدم في ماذا؟ يستخدم في قياس ايش؟ شدة التيار الكهربائي. احسنتم جدا، احسنتم. طيب سؤال آخر بسيط، هذا يعتمد على مدى فهمكم. هو توصيل كهربائي يحوي مسارا واحدا للتيار الكهربائي، ما هو هذا الشيء يا شباب؟ هل هو التوصيل الموجب، أم التوصيل على التوازي، أم التوصيل على التوالي، أم التوصيل السالب؟ ها يلا صالح باكوبا، راح أعطيك القلم، تفضل. يلا باكوبا أعطني الإجابة الصحيحة. اختر القلم من أعلى الشاشة وضع دائرة حول الإجابة الصحيحة. يلا باكوبا ننتظرك إلى صالح. اختر القلم من هنا، من الأعلى، من أعلى اليسار. طيب لم يستطع صالح. طيب أعطني إجابة يا صالح، أعطني إجابة في الشات، أعطني إجابة في الشات وأنا راح أعطيك إياها، أنا راح أحددها. ها اللي هي إيش؟ اللي هي سيد، توصيل على التوالي، للتوصيل على التوالي. ممتاز ممتاز. طيب دعونا ننتقل يا شباب إلى الجهاز الآخر المهم، اللي هو اسمه إيش؟ الفولت. الفولت ميتر، في ماذا يستخدم يا شباب الفولت ميتر؟ ها، في ماذا يستخدم؟ أحسنتم، لقياس ماذا؟ لقياس فرق الجهد الكهربائي. ممتاز جدا. كيف يتم توصيله في الدوائر الكهربائية؟ ها، كيف يتم توصيله؟ أحسنت خيال، على التوازي. أحسنت، توصيله يكون على التوازي. يا سلام عليكم، ممتاز جدا. طيب رمزه يا شباب، رمزه، ما هو رمزه؟ رمز الفولت ميتر في الدوائر الكهربائية، كيف أرمز له؟ ها، أرمز له بالرمز هذا يا شباب، دائرة وفيها حرف إيش؟ وفيها حرف V، دلالة على الفولت ميتر. ممتاز ممتاز.